تفضل يا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام للإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة. هنا المصنف يوضح لنا ما زلنا في أحكام الحج، فهنا يوضح لنا المحرم يأكل من صيد الحلال، لأن احنا عارفين أن المحرم أيها الكرام الفضلاء لا يجوز له أن يصيد سواء كان في داخل الحرم أو في خارج الحرم، وإلا فإن الصيد محرم في داخل حدود الحرم للمحرم والحلال. طيب، أما المحرم فليس له أن يأكل من صيد الحلال، وله أن يأكل من صيد الحلال. ما هو المقصود بالحلال هنا يا شباب؟ المحرم يأكل من صيد الحلال، ما هو المقصود بالحلال؟ غير المحرم شيخ. أحسنتم، غير المحرم. أحيانا يجوز له أن يأكل من صيد الحلال، وأحيانا لا يجوز له أن يأكل من صيد الحلال. إذا صاد الحلال لأجله حرم، كما في حديث الصعب بن جثامة: إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم، لأن هو صاد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام من صيد أبي قتادة، وكان حلالا. لأن أبا قتادة قد صاد لنفسه، لأن أبا قتادة قد صاد لنفسه، قد صاد لنفسه. هذا هو مقصود الترجمة، أو هذا هو مقصود الترجمة. تفضل. أحسن إليكم شيخنا. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة هو الحارث بن ربعي، هو الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وأرضاه، الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو هنا أيها الكرام الفضلاء خرج حاجا، ما المقصود بقوله خرج حاجا؟ يعني ناوي الحج الشيخ. لا حبايبي، هذا كان في عمرة الحديبية، وهنا فيه جواز أن يطلق العمرة على ماذا؟ على الحج. فهنا جواز أن تطلق العمرة، أن يطلق كلمة الحج ويقصد به العمرة، أن يطلق كلمة الحج ويقصد به العمرة، وهو جائز. ولذلك الحج لغة أصلا معناه إيش؟ معناه القصد، والمعتمر قاصد البيت، قاصد البيت. قال: حججتها من أذرعاتي وأهلها بنجد أعلى دارها نظر عالي، يعني قصدتها. ومن هنا تجد الناس في عوام الناس في بعض البلدان يسمون العمرة إيش يا شباب؟ إيش يسمون العمرة؟ الحجة الصغيرة، يقول لك يسموها الحجة الصغيرة، يقول لك إحنا رايحين الحجة الصغرى، يسمون العمرة الحجة الصغرى، الحجة الصغرى. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر حمر مفردها حمار، وحمار الوحش اللي هو
ليس الحمار الأهلي، هو نوع من الصيد يسمى الزيبرا، هذا الحمر المخططة هذه تعيش متوحشة في الصحراء، وليست هي الحمار الأهلي. الحمار الأهلي يحرم أكله وكان التحريم فيه. متى حرم أكل الحمر الأهلية؟ في فتح خيبر. نعم، في فتح خيبر. نعم، ولماذا سميت حمر الوحش؟ لأنها متوحشة غير مستأنسة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا. الأتان هو الأنثى، أنثى الحمار، الأنثى من الحمر يسمى الأتان. نعم، أحسن عليكم. وعقرها يعني أخذها من قوائمها، أخذها من قوائمها. قال ربنا عز وجل فعقروها، والعقر هو أن تصطادها من قوائمها، ثم بعد ذلك تذبحها وتزكيها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، فأدركنا رسول الله، هو الذي أدركهم الرسول، وليس هم الذين أدركوا الرسول. عندكم مضبوطة بالفتح على النصب ولا بالرافع؟ مهملة شيخنا كل. إذن الصواب فأدركنا رسول الله، هو الذي أدركهم عليه الصلاة والسلام. تفضل، هو الفاعل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العبد فأكل منها. إذن وجه الدلالة هنا، الضابط هنا، أنه إنما صاد لنفسه أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فلم يأمره أحد من المحرمين ولم يعنه أحد من المحرمين، لا بإشارة ولا بحمل، يعني ما جرى معه وأخذ يعدو وراء هذا الحمر الوحشي لكي يصيده. هذا هو الضابط. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل معكم منه شيء، فناوله العضد الذراع، يعني وكان يحب الذراع، وهم يدل أنهم كانوا يحبوه، يعني يجعلوا للنبي ما يحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما أعطوه ذلك أكل تطيبا لخواطرهم وبيانا للجواز، حتى لا يكون في صدرهم شيء منه. وهذا كله يدخل في باب جبر الخواطر، في باب جبر الخواطر، وهو باب كبير في الشريعة لما دلت عليه الأمور الشرعية. ما في جبر خواطر في المعاصي، جالسين يغنوا تقول أقعد أغني معهم عشان أجبر خواطرهم، أو دعيت إلى وليمة عرس فوجدت فيها منكرات تقول أجبر خواطرهم، لا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنما يكون جبر الخواطر فيما دل عليه الشرع وفيما صح من الشرع، أما ما دون ذلك فلا جبر خواطر فيه، بل أمر ونهي ونصح وتوجيه وإرشاد، فإن أطاعوا فالحمد لله، إن لم يطيعوا فعليك أن تغادر المكان. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ
تفضل تفضل فضيلتك تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. وهذا الصعب بن جثامة ابن قيس ابن ربيعة الليثي رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وذكره ابن حجر في الإصابة وغيرهما، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان جثامة حليفا لقريش. وهذا الصحابي تزوج بأخت أبي سفيان، وكان اسمها فاخته، وقيل اسمها زينب. الآن جثامة هذا أيها الكرام كان حليفا لقريش، وتزوج بأخت أبي سفيان، قيل اسمها فاخته أو زينب، فأنجبت له الصعب. وكان الصعب موجود دائما في الأبواء وفي ودان، ينزل الأبواب والدان. هذا وجه الدلالة هنا لما اصطاد شكل النبي لما جمر عليه فأراد أن يضيف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وجه الدلالة لما قال لك بالأبواء أو بودان، لأنه هو ساكن هناك يسكن هناك. فلما جاء النبي مار من عنده عليه الصلاة والسلام فأراد أن يضيفه فصاد له. والصعب له في الصحيحين حديثان، وروى له أيضا أصحاب السنن، وروى عنه ابن عباس، وتوفي في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عثمان، وشهد فتح إصطخر. نعم. وروى ابن السكن لما فتحت إصطخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج، فلقيهم الصعب بن جثام فقال لقد سمعت رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، يعني ينسى الناس ذكر الله، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن السكن إسناده صالح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الصعب بن جثام لفصحت الخيل. ولو ذلك الحديث الذي هو بين أيدينا. ولذلك في كتاب المتحابين جاء عن ثابت قال آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة، فقال كل منهما للآخر إن مت قبلي فتراء لي. الله أكبر، يعني شوفني في المنام. فمات الصعب قبل عوف فتراء له، أي رآه في الرؤيا، سبحان الله، أي رآه فين؟ في الرؤيا، كما جاء في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. وجه الدلالة هنا أيها الفضلاء الكرام في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رد عليه ذلك إنه لأنه صاده من أجله. وطبعا الأبواء هي التي تسمى الآن مستورة، عارفينها؟ عارفين منطقة مستورة؟ أرض السلمان اللي يقعد منطقة مستورة، أنت وراي على المدينة تحصل منطقة اسمها مستورة، أبيار الماشي وكذا والأشياء هذه، والدان قريبة أيضا منها، وأيضا والدان قريبة منها. ولما قلم نرده، وأيضا يجوز أن تقول لم نرده، فيجوز في الدال المهملة فتحها وضمها، يجوز أن تقول لم نرده أو لم نرده، إلا إن يجوز فيها الوجهان. فإذا قلنا أن بالفتح على حذف لام التعليل، وإذا قلنا بالكسر على الابتداء لاستئناف الكلام، إن لم نرده أو لم نرده أو أن لم نرده أو أن لم نرده، إلا لأننا حرم، يعني محرمون. وهنا لما رأى النبي
عليه الصلاة والسلام التغير في وجهه، فأراد أن يجبر قلبه وأن يجبر خاطره فبين له ذلك. طيب إيش نستفيد إن النبي عليه الصلاة والسلام رده عليه رغم أنه رأى وجهه قد تغير؟ الشيخ نولع عدم المجاملة في الحقيقة. الله يرضى عليكم، يا سلام. تجد بعض الناس أحيانا يكون جالس في مجلس من المجالس ويجي واحد مثلا يعطيه مثلا شيء محرم أو كذا ويقبله منه، أو يرى شيء محرم يقبله منه، يقول أخي ما حبيت أن أنا أحرجه. لا يا حبيبي، ما في إحراج، الله يرضى عليك. هنا في باب من أبواب التعليم، هنا ما في إحراج. ومن هنا هذه الأحاديث نحن نتعلم منها فن التعامل أيها الكرام، فن الدعوة، نتعلم منها فن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نتعلم منها كيف يكون التعامل مع المخالف بنصحه وتوجيهه وإرشاده. أيضا هنا بالنسبة لأكل أكل الصيد المصيد، أكل الصيد المصيد للمحرم، مذهب الأحناف وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير جواز أكل المحرم، جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد، سواء صاده لأجله أم لا. وهذا مروي عن جملة من الصحابة كعمر بن الخطاب والزبير وأبو هريرة، وحجة هؤلاء حديث أبي قتادة المذكور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه وأمرهم بالأكل منه. وذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا، سواء صيد لأجله أو لم يصد لأجله، ومن هؤلاء ابن عباس وعلي بن عمر، وعن من السلف طوس بن كيسان وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. وحجتهم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحديث الصعب ابن جسامة. وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إسحاق بن راهوي أبو ثور إلى الجمع بين القولين، فمن صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم، وما لم يصده لأجله حل له. وهذا التفصيل جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الجمع بين الحديثين، هذا هو الجمع بين الحديثين. ولذلك مما يؤيد ذلك أيضا ما روى أهل السنن إلا ابن ماجه، وما روى أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكل حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ولا شك أنها بهذا تجتمع الأدلة، والقاعدة تقول الإعمال أحسن من الإهمال، الإعمال أحسن من الإهمال. ما معنى هذه القاعدة؟ أحسن الله إليك، إعمال بجمعها أحسن من إهمال بعضها. إعمال الدليل، عندنا دليل إن النبي قبل، وعندنا دليل إن النبي لم يقبل، فبدل ما تهمل دليل وتأخذ بالآخر، لا، نعمل الدليلين خير من إهمال أحدهما أو من إهمالهما، فنجمع بينهما. والجمع الحمد لله متيسر، ويدل عليه الدليل لما رد، لما قبل من أبي قتادة، لأنه صاده لأجل نفسه فلم يعن عليه ولم يشر إليه من المحرمين. أما الصعب إنما صاده ضيافة ولأجل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أحسن الله، انتهى الباب شيخ. أحسنتم، صلى محمد وآله وصحبه وسلم. طيب الآن اللهم صل على محمد.